problem 4 من first exam October 2022 will a 1200 kilogram car is traveling initially with constant speed of 120 kilometers per hour. The driver hits the brake and stops completely over a distance of 65 meters. في البارت A find the acceleration of the car assuming that is uniform. Find the net force needed to bring the car to a complete stop. يبقى الأول سؤال شابتر 2 مديني ال V نوت نحولها المتر بير سكند نقسمها على 3.6 وعندنا الديستانس وعندنا ال V final بزيرو نتوقف. عندنا 3 information ومطلوب الاكسلريشن مش مطلوب التايم ما جابش سيرته لا ادهوني ولا طلبه. نحط القوانين قدامنا ونشوف ايه القانون اللي ينفعنا. عندنا ال V نوت وعندنا الفاينل فيلوسيتي بزيرو وعندنا ال DX والمطلوب ال A مفيش تايم. نشوف القانون مفهوش تايم مين القانون الثاني مفهوش اي تايم مفهوش ذكر للتايم اذا نستخدمه. ننقل القانون للشيت نقول ان في سكوير بيساوي الفي نوت سكوير بلس 2A دي اكس. الفاينل فيلوسيتي توقف كومبليت الستوب. الانيشيال فيلوسيتي 120 تقسيم 3.6 عشان تبقى بالمتر بير سكند بلس 2 الاي مطلوبة الدي اكس 65 متر. اذا نيجاتيف 130 اي ايكوالز نحسب 120 تقسيم 3.6 ونربع اداني 4.11 نقسمها على 130 اداني الاكسلريشن نيجاتيف 8.55 متر بير سكند سكوير. طيب عندنا دلوقتي كلمة ماجنيتود لا مفيش ماجنيتود find the acceleration بس يبقى قيمتها ب 8.55 ونيجاتيف يعني تدل ان هي عكس الحركة. الحركة كانت مثلا يمين يبقى الاكسلريشن يسار. نقول deceleration find the net force needed to bring the car to a complete stop يبقى عايزين قوة البريك السيارة بلاش نرسم صندوق نرسم سيارة احسن معرفش ترسم ازاي بس يعني ايه محدش يعيب اللي يعيب يرسم. السيارة ماشية لقدام ولكن الاكسلريشن الجهة الاخرى يبقى دي الاكسلريشن بنيجاتيف 8.55 متر بير سكند سكوير. معنى كده ان هي مع البريك البريك اللي هو الاف ار حدا اللي يهمنا يهمناش حاجات اخرى. طبعا في وزن وفي نورمال فورس بس ما يفرقش معانا. سيجما الفورس في اتجاه الاكس يساوي الام في الاي واقول ده الاتجاه اللي هيكون بوزيتيف بالنسبه لي. فالاف ار ايكوالز الام اللي هي 1200 كيلوغرام واحط بقى القيمه اللي هي 8.55. خلاص احنا عرفنا ان النيجاتيف يعني هي في اتجاه عكس الحركه. اذا اضرب يديني القيمة 10,256 نيوتن. طب اقول ايه اقول opposite to direction of motion of car motion مثلا. الكلام ده لو كان مطلوب يعني هو طالب نت فورس يعني مفروض يعني يكتب الماجنتيود علشان الطالب ما يتحيرش ولكن حط معاها ان هي عكس اتجاه الحركه
أو تكتب نيجاتيف 10,256، خلاص يفهم إن هو عكس اتجاه الحركة، ولكن اكتب كل حاجة يعني كده أوضح. الماجنيتيود كتبناه، وكتبنا إن اتجاهها عكس الحركة، كده هيكون الإجابة شاملة.